وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي محميد المحميد. رحب فيك أستاذ محميد. هذا العام تم إدراج 6 جوائز إضافية وإدراج المحتوى الرقمي وإشراك طلبة الصحافة، كيف ترى هذا التطور في جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة؟ مساء الخير جميعا. بالتأكيد تطور انتشر جائزات رئيس مجلس الوزراء للصحافة وتعزيز لمسيرة الصحافة الوطنية، أيضا تكريس لمسؤوليتها في أداء الواجب خدمة قضايا الوطن، التعبير عن تطلعات المواطنين. التطوير الكبير الذي طال محتوى الجائزة أيضا هو مدعاة للفخر والاعتزاز للجسم الصحفي، وكذلك أيضا يواكب التطور الصحفي الحاصل محليا ودوليا وإثراء بالغ الأهمية، حتى يقوم الصحفي بواجبه الوطني بكل الأدوات المتاحة بكل احترافية واقتدار. لا شك ذلك أن تطور الجائزة وفئاتها يعكس ما وصلت إليه أيضا الصحافة الوطنية من تطور وتقدم للحريات المسؤولة، القوانين والتشريعات، حرية الرأي والتعبير، تأكيد على الدور الفاعل والمتطور للصحافة البحرينية باعتبارها ركن رئيسي ضمن فريق البحرين. لا شك أن الدورة الثامنة الحالية فيها 6 فئات جديدة، هناك 10 جوائز صحفية، أيضا إضافة إلى تكريم شخصية العام الصحفية، إدراج المحتوى الرقمي ومشاريع طلبة الجامعات، وكذلك فعاليات مصاحبة على حفل الجائزة وتشكيل أمانة عامة للجائزة. كل هذه المنظومة تشكل رؤية متطورة في تقدم هذه الجائزة واهتمام الدولة والقيادة الحكيمة بالصحافة والجسم الصحفي. نعم أستاذ محميد، إذن كيف ترون أثر جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة على العمل الصحفي في مملكة البحرين؟ بالتأكيد يعني بداية تخصيص يوم للصحافة البحرينية في 7 مايو وتدشين جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة منذ عام 2016 ونحن اليوم نشهد الدورة الثامنة، يشكل تقدير رفيع، اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه للصحافة البحرينية باعتبارها شريك أساسي في المسيرة التنموية. الجائزة تؤكد أيضا ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في رعايته واهتمامه بالسلطة الرابعة وبالصحافة والصحفيين والدور التنويري الذي تقوم به الصحافة. بالتأكيد تزامن هذا الحفل وهذه الجائزة بدورتها الثامنة مع اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد معظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في مملكة البحرين، وكذلك إعلان المنامة عاصمة الإعلام العربي، كلها تؤكد على أهمية الإعلام، كلها أيضا الجائزة تخلق لنا تحفيز للتنافسية للإبداع في خدمة هذه المهنة، بذل المزيد من الجهد والعطاء للحفاظ على قيم المهنة، تسخير القلم والقيم النبيلة لمصلحة الوطن. لا شك ذلك أن الجائزة ساهمت في تطوير المنتج الصحفي، في تطوير المنتج الإعلامي. الجميع يريد أن يبدع، يريد أن ينال شرف هذه الجائزة، وبالتالي أيضا الجائزة ساهمت في إثراء الصحافة، الساحة الصحفية، نشر روح المنافسة بين الصحفيين في هذا المجال. نعم، فيما يتعلق بالصحافة الرقمية في المملكة، يعني كيف تقيمون هذه الصحافة وكيف لها أن تسهم في إثراء العمل الصحفي؟ شكرا على هذا السؤال. الصحافة البحرينية متطورة وتواكب التطور التكنولوجي والرقمي. نعم. وبالتالي تفاعلت الصحافة البحرينية وأصبح عندنا منصات رقمية، منصات إلكترونية، لم يعد العدد الورقي هو السائد، ولكن تطور العصر أيضا فرض على الصحافة البحرينية مواكبة هذا التطور، خاصة أن هذا الإعلام الجديد فيه رؤية تفاعلية بين القارئ وبين الصحفي، هناك تنوع في أشكال الاتصال مع خلفية الصوت والصورة والرسومات المتحركة، تجهيز الصحفي بوسائل متفاعلة ديناميكية مع القارئ، وبالتالي فنحن هذه الصحافة الرقمية أيضا تعكس المزيد من الحريات التي تعيشها مملكة البحرين ويعيشها الجسم الصحفي، وكذلك يفرض علينا المزيد من الالتزام بالثوابت والأخلاقيات، لأن الصحافة الرقمية تكون أسرع من الصحافة الورقية، وبالتالي لابد أن يكون هناك المزيد من المسؤولية الذاتية. إذا تسمح لي أخي الكريم، يعني لابد أن هناك كلمة شكر واجبة لسعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام على هذا الدعم الذي
يناله الجسم الصحفي، فشكرا لوزارة الإعلام وكل القائمين على الصحافة البحرينية. نعم، الكاتب الصحفي محميد المحميد، شكرا جزيلا لك.